مرحبا بالسي انور الزين، شكرا. الكاتب العام والناطق الرسمي لفريق الوداد الرياضي كرة القدم. بغيت منك سي انور الزين تقديم ديال حصيلة الموسم الماضي لنادي الوداد الرياضي. اولا رمضان مبارك سعيد، وتتمة رمضان مبارك سعيد لكل الوداديين والمسلمين والمؤمنين في كل بقاع العالم واللي كيتبعونا. كنبغي نشكرهم على التتبع ديالهم، على الاهتمام ديالهم بنادي الوداد الرياضي. بالنسبه للحصيله العامه ديال الموسم الرياضي السابق، فالحكم على انه موسم اتسم بالبياض هو حكم قد يكون بعض الشيء قاسيا، لان الوداد الرياضي مازال تلعب في عصبة الأبطال في دور المجموعات وتقوم بأداء اللي هو حسن. ثم ما ننساوش على أن ولو أنها ليست بلقب، ولكن الوصافة ديال البطولة كتمكن من أن الوداد الرياضي يتأهل للسنة المرة الثانية، يعني سنتين متتاليتين المسابقة ديال عصبة الأبطال. وهذا التأهل لسنتين متتاليتين راه ما كانش منذ 92 93، أي ما يقارب واحد 23 سنة. ربما مجموعة من الجماهير اللي كتدعم نادي الوداد الرياضي ما كانش خلقت هذيك الساعة، يعني هذا واحد الإنجاز اللي يمكن نفتخروا به. أكيد على أنه تبقى الإحساس بالمرارة، لأنه الوداد كيلعب دائما على الألقاب، وفي هذا الموسم لعب على الألقاب، إلا أن البطولة كتلعب 30 دورة، وهذه كرة القدم، وهذا درس. ما كاينش شي واحد اللي هو معصوم من الخطأ، لأنه العمل داخل الوداد الرياضي تيكون على أساس أننا ننجحوا، إنما الكمال لله وحده. فتعذر للأسف وأننا نتوجوا بالبطولة للموسم الثاني على التوالي، اللي توا إنجاز ما تحققش ربما منذ أكثر من 23 سنة أن الوداد يكون بطل الموسم لسنتين متتاليتين. ولكن حنا كنطمحوا على أن النتيجة تكون دائما في مستوى تطلعات ديال الجمهور. بالنسبة للحصيلة العامة، هذه حصيلة رياضية، الحصيلة العامة وهي أولا الاستقرار والثقة بين مكونات الوداد الرياضي. مجموعة من الأقاويل، وهذا شيء طبيعي لأن الإحساس بالانتماء والتشجيع ديال الفريق كيمشي بك على أنك تعبر على الرأي ديالك بواحد الطريقة اللي هي حماسية، ربما في لحظة غضب أو في لحظة شك إلى آخره. ولكن نكون واقعيين، في يونيو 30 يونيو 2014، المؤسسة ديال نادي الوداد الرياضي راها اون سيتياسيون دو سيساسيون دو بايمون، يعني من ناحية التدبيرية ماشي ما عندهاش باش تشري لعاب، ما عندهاش باش تشري ستيلو، ما عندهاش باش تشري راميد ديال الوراق. الحساب البنكي ديبيتور، اللائحة ديال النزاعات على المستوى الجهاز الوصي اللي هو الجامعة الملكية لكرة القدم طويلة جدا، الناس كتطالب بالمستحقات ديالها. ثم نزاعات اللي واصله حتى للمستوى القاري والدولي ومسجلة لدى الفيفا، لائحة الديون كبيرة، لائحة الديون تتعدى ما كان مدونا وما كان مسجلا في التقرير المالي السابق. وهذا الشيء غادي المكتب والرئيس سعيد ناصيري غادي يكتشفوا وغادي يوقف عليه في الأيام الأولى ديال الولاية ديالو. بل اللائحة ديال المستحقات اللي كانت مسجلة في القانون المالي اللي تصادق عليه قبل، فيها واحد المستحقات اللي هي بان على انها صعبه المنان ان لم تكن وهميه. يعني بخلاصه القول باش نكونوا واضحين، لان التمرين اللي بغينا نديرو اليوم ونزولا عن طلب الجماهير هو اننا نكونوا واضحين وضوح تام ما بين داكشي اللي كان مكتوب على ان الوداد يمكن لها دير الاستخلاص ديالو يعني تدخلو، وما بين داكشي اللي كان مكتوب على ان الوداد مدينه به للمزودين واللي فورنيسور والاطر التقنيه واللاعبين الى اخره. لقينا عكس ما كان مكتوب، يعني كاين مستحقات اللي خصها تخلص فيها الوداد اللي هي واهية، وكاين ديون اللي خصها تخلصها الوداد وما كانتش مدونة في التقرير المالي اللي قبل. هادشي علاش نكب المكتب
والرئيس سعيد الناصري منذ الأيام الأولى على إعادة العافية الصحة لهذا الرجل المريض. عفوا هذه الكلمة راه قاصحة ولكن راه هي الواقع. كان واحد الرجل مريض خصو يوقف على رجليه وخصو يجري لا كومبيتيسيون مسافة ديال السبرينت ولا الماراثون في الأسابيع اللي دونك الشق الرياضي الحمد لله توفقنا فيه إلى حد ما. واللي عنده شي شكوك ولا اللي هو مهتم بالشأن الوداد حقيقة يعني بكل واقعية وبكل تجرد يمشي يشوف اللائحة ديال ليفيكتيف الجروب اللي سالت به الوداد البطولة في جوان 2014 في المرتبة السادسة 43 نقطة ويشوف ليفيكتيف اللي كاين دابا ويعرف بلا الانتدابات اللي هي تدارت ذاك الموسم وهذا الموسم راه من الحيف عاوتاني ومن القسوة أننا نقولوا كلها فاشلة. لا نشوف غير لائحة اللاعبين ما بغيتش نذكر الأسماء باش ما ندخلوش في واحد التأويلات اللي هي ماشي ديال نادي الوداد الرياضي ولا ديال هذا المكتب ولكن نشوف غير الأسماء اللي كانت والمدرب اللي كان إلى آخره ونشوف المدرب باش دخلتي الموسم والأسماء باش دخلتي والفريق لأن إلو جروب اللي مهم في كرة القدم هو لا نوسيون دو جروب. أجوردوي الوداد عندها أن جروب دو جوار أن فغي إفكتيف. هاد إعادة الصحة ولا التقويم ديال 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 الوضع ما كانش بالشيء السهل وماشي تملقا ولا لا لا حنا كنقولوا الصراحة لولا تضحيات شخصية وهذا اختيار ديالو وكيتحمل المسؤولية ديالو ولا يبتغي لا حمدا ولا شكرا ديال السيد الرئيس سعيد الناصري من الإمكانيات المادية الذاتية واللي تمكن أنه يجيبها ويجلبها راه ما كانش يمكن ان المؤسسه ديال الوداد تولي اوبيراسيونيل تعاود تقدر الباس كوموند تولي عندها واحد المصداقيه مع المزودين مع واش عمرك سمعتي نادي الوداد الرياضي وصل لباب ديال شي فندق وحبسوه لانه ما عندوش مصداقيه لانه يدين واش عمرك سمعتي شي مزود مشى واش عمرك سمعتي حاله ديال النزاعات في الجامعه كانت حاله وحده اللي هي ديال غوستافو الارجنتيني وتم الحل ديالها بطريقه حبيه قبل ما تسجل في الكشوفات ديال الجامعه بطريقه رسميه الى اخره. دوك المؤسسه كيفاش واش سمعتي ان العاملين دايرين شي اضراب ولا لا لان الاجور ما مدياش ولا سمعتي ان اللاعبين رغم الصعوبات الماديه اللي تواجهها الوداد في الموسم الثاني وحنا غادي نهضروا عليها من بعد. دوك الدور اللي هو فعال واللي هو صريح واخا نبقاو نديروا لي بروجيكسيون ولي باوربوينت ولي المشاريع الكبرى والتسويق والقنوات حنا ما فيناش هذا الخطاب هذا لان كنهضروا واحد شويه الخطاب الواقعيه نهار الجمعه فاش خصك تخلص باش الفروق ديال الفئات وفريق الاناث باش يتنقلوا باش يمشيوا هذا راه كتكون واحد الحقيقه عمليه هي ودي شحال عندك دابا ليكيد شحال عندك دابا اللي موجود باش تدي راه الشهر ورا الشهر الماء الضو الانترنت التليفون لونتروتيان الى اخره. فهاد الشيء هذا الواحد واخا الكلام تيبان شويه ماشي في المستوى ديال ولكن راه هو حقيقة يفو يتغياليست. المرحلة الثانية ديال المأسسة الوداد وتطوير الهيكل إلى آخره وما يروج أنا عارف الأسئلة اللي يمكن تجي ربما عن الخيرات إحنا مستعدين نجاوب عليها. هذه مرحلة اللي إحنا خدامين فيها لأن باش ما ننساوش الدور ديال الجمهور ماشي غير تشجيع ونال أحسن جمهور في الموسم اللي قبل على المستوى الدولي العالمي أول جمهور في العالم وهذا فخر والمصالحة مع الجمهور ورجوع اعتقال الجمهور كانت هي الدافع الأساسي للاستقرار ونقطة القوة الكبرى ديال الوداد واللي هي في نفس الوقت نقطة الضعف دياله وهي الجمهور واللي كيبغي يضرب الوداد كيعرف كيفاش يدخل كيدخل من الجمهور أو من بعض الجمهور وخصنا نردوا البال كأسرة ودادية فاش الوداد مضطر من الإقفال ديال الملعب محمد الخامس على المستوى المعنوي التشجيع إلى آخره مضرورة من الناحية المادية لأن لا غوسيت اللي كتدخل مثلا في الموسم اللي كان الأول راه واحد تقريبا 7 حتى 8 مليون ديال الدرهم شكون عطاها لك؟ ما كايناش في لا غوسيت لا بيدخي. حتى الأضرار على مستوى لو سبونسورينغ لأنه المستشهرين في الدار البيضاء راه ماشي هو المستشهر خارج الدار البيضاء الحضور الجمهور النقل التلفزي داك لو تور ديال لو ستاد الى ما ذلك اللي كان يمكن تستغل كمنشاه باش يمكن لك تبيع الاشهار اكثر. يعني الاضرار الماديه الى حسبنا المجمل ديالها من هذا الاقفال هذا واحد 10 حتى 11 مليون ديال الدرهم مليار ولا مليار 100 مليون. القرار ديال الاقفال كان قرار فجائي سوربريز مني جا في الصيغه الاولى ديالو هادشي راه كان مسلسل
والذاكره ربما المخيله ديال بعض الجماهير للاسف كتنسى بسرعه. ولكن ما كاين باش حنا نفكروا، كان بيان مشترك ديال نادي الوداد الرياضي والنادي ديال الرجاء بانه غادي يكون هدد بالانسحاب من البطوله، وكان تفاعل الى حد ما، وكان عاوتاني اعاده الافتتاح بشروط الى اخره بتقليص الاعداد الى اخره. من بعد غادي يوقع احداث اللي كلشي كيعرفها واللي ارواح الشباب مشات ضحيه لها. ومن الناحيه الانسانيه والوطنيه الوداد ديما كانت رائده في المسائل اللي هي وطنيه واللي كتقاس البلاد وكتقاس المغرب. ما بقى شيء ان مارش دو مانوفر، يعني بتعبير اخر ما بقى فين تزايد ولا تقول غنسحب والا خصك تنسحب، وهذا شيء غير مقبول بالنسبه للنادي كوداد الرياضي. ولو انه من باب الدفاع اضطرينا اننا نديروها في واحد البيان، ولكن راه الكل يعلم على انه حقيقه ما يمكنش نادي نادي الوداد الرياضي اللي هو رائد هو لا ليسونس رقم واحد في الجامعه غادي ينسحب من البطوله. هذا الشيء اللي غير مقبول، فما بقاش الاختيار. والفكره ديال ان المكسب كان صامت او كيراعي شي مصالح فكره خاطئه. ومشي معك بعدنا، هذا المكتب هو مكتب مسؤول، وما بغيناش نطيحوا في الفتنه. لان الفكره شنو هي؟ هو ان الملعب ديال محمد الخامس هو مرفق عمومي، مرفق عمومي بحاله بحال الشانطي، بحال المؤسسه ديال الخدمات العموميه، بحال المؤسسه ديال حيوطه ديال الجماعه، بحال هذاك مرفق عمومي كديروا المدينه لفائده المواطنين ديالها، ماشي الوداد ولا غير الوداد، هذاك مرفق عمومي. انا كنترافع الى حد ما كنادي يستفيد من المنشاه، ولكن راه المواطن والمجلس المدينه ديالو راه هما اللي عندهم علاقه جدليه، هذاك المواطن وهذا مجلس المدينه سدات لواحد المرفق. واش مكتوب داك ان داك التيران كيدخل له غير اللي ودادي؟ كيدخل له اللي ودادي، وكيدخل له اللي رجاوي، وكيدخل له اللي ما عندوش كاع انتماء رياضي في المدينه. راه سيتان بيان بوبليك، مرفق عمومي، وفيه قاعات وفيه ميني فوت وفيه جمعيات تسد على المدينه كلها هي. اذا الضغط حنا كنديروه الواجب ديالنا من الناحيه الرياضيه، حنا كل نهار تنقول لهم الله يخليك انت تحلوا هذا الملعب، راه حنا بيه الغرض، ولكن بوحدنا ما يمكنش. راه مرفق عمومي ديال المدينه، راه جميع المواطنين، جميع الهيئات، الجمعيات اللي هي معنيه بهذا الشيء. انا ما تنقولش هذا الشيء من باب التحريض، هذا الشيء تنقول لك المكتب راه مسؤول، ولكن راه سهله انك ترجع للور وتقول لي وانت ترافع وانت دخل في صراعات الى اخره، ما كاين مشكل، نديرها على قدر المستطاع ديالك، ولكن الواحد خاصو يدير هو طرد المسؤوليه ديالو. هذا مرفق عمومي ديال المدينه، المواطنين محرومين منه في واحد الفتره اللي هي ما مزياناش، ما مصالحاش، لو بلانينغ نيتي با بون، ماشي المبدا ديال الاصلاح. المبدا ديال حنا بغينا الاصلاح اسيدي، ما بغينا تيران في المستوى اللي يمكننا ديال الوداد الرياضي على انه يدير اون فغي اوفر دو برودوي. واش دابا يمكن لنا نضمنوا ان البي ديال كيعطيك بلاصه للكرسي؟ ما كانش يمكن. لي كارت دابونمون حنا عشنا فيها مشكل بمشقه الانفس باش كنبيع ان كارت دابونمون، عاد خلي بغينا نفتحوا الانخراط وتوسع القاعده، وداك لاكارت الانخراط كتعطيك مكان في الملعب اللي هو مضمون. يعني سي انوار دائما كتحل في ما كاين حتى مشكل، كاين حتى مشكل. مرحبا، كاين حتى مشكل. دابا مازال ما جاوبتنيش على عدم الرد على التصريحات. انا اقول ما يقوله الشارع، الناس خداتهم الغيره وخداتهم ويعاتبون وعاتبوا المكسب المسير للوداد الرياضي على انه لم يقم بالرد على اتهامات البعض، اتهامات اللي توجهت مباشره للسيد الرئيس سعيد المنصري ولفريق الوداد. لو نكونوا عاوتاني واقعيين، راه كاينه مسؤوليه معنويه. دابا المغرب كله، البلاد بجميع مكوناتها، منخرطه في واحد المشروع كبير واللي كيهدد الرياضه بصفه عامه، اللي هو محاربه الشغب. وراه ما يمكنش نهضروا على شغب بعض المحسوبين على الجماهير ونسمحوا لراسنا ندخلوا في واحد الشغب كلامي ديال المسيرين او بعض المسيرين، هما نختار هذه الطريقه في التعامل. هذيك فتره كانت دايزه، ما غاديش ندخلوا حنايا في الحساسيه ديالها، ولا ندخلوا دون ان ديسكور انو، واحد الخطاب تحريري اللي كيصنع الجو ديال المواجهات ما بين جماهير اللي هي شابه، اللي ربما ما واعياش بلا مانيبيولاسيون دي ماس اللي كتكون في الخطاب، داك تمويه الراي العام. واحد كيدير واحد الرساله باش يدير واحد التمويه، ولكن راه داك الاثر ديال الرساله على الجمهور الناشئ، الجمهور الشاب، راه خطير. راه كل واحد كيفاش كيسمع داك الكلام، وكاين اللي في واحد اللحظه حماس ولا هيجان داك الكلام يولد عنده واحد حقد وكراهيه، واحد الاعمال اللي هي مشينه.
دونك حنا هذا اولا لاننا مسؤولين، ثانيا سي با فري كو ما كانش الرد، كان الرد عن طريق المؤسسات بموجب دعوه قضائيه بالصفه اللي هي تثارت في ذاك الاتهامات، اي بالصفه ديال رئيس العصبه، والعصبه راها حطت دعوه قضائيه اللي كتاخذ المصادر. الا كنا نادي كيمشي للمؤسسه وتيامن بالحق والقانون والمؤسسات، راه خصنا نقصوا شويه من لا بوليميك، المزايدات الكلاميه، ونمشيو للمؤسسات. الا ضريتيني اسيدي انا كنمشي للقضاء ولا كنمشي للجهاز الوصي اللي هو الجامعه. مرحبا مره اخرى بالسي الوصي. اهلا وسهلا سي طلال. والكاتب العام لنادي الوداد الرياضي. سنطرق الان باب الموضوع الذي اسال الكثير من الحبر وجعل الناس وعلى وجه الخصوص الودادين يعاتبونكم بشده على انكم وعدتموهم واحد الوعد ديال تخفيض سومة الانخراط وفتح باب الانخراط امام الجمهور الوداني، واخلفتم الوعد على حسب تعبيرهم، وذلك كان اطالع المواقع الاجتماعيه كاين هناك عتاب كبير خاصه بعد التفاعل الجديد على مستوى الصفحه الرسميه والموقع الرسمي اللي كيشكركم وكنوجه لكم الشكر بدوري، الى انهم دائما يعاتبونكم على الموضوع ديال فتح الانخراط وخفض صمتي. بالنسبه لهذا الشق اللي هو ديال الانخراط، هذا موضوع مهم وخصنا نتناولوه بتاني بهدوء وبمسؤوليه. المطلب ديال فتح الانخراط هو مطلب قديم، والقرار ديال فتح الانخراط وتخفيض الصومه ل 3000 انطلاقا من 3500 درهم في السنه هو قرار اللي اقترحه الرئيس والمكتب المسير اثناء الجمع العام المنعقد بعد تتويج باللقب رقم 18، يعني في لحظه فرح، يعني ما كانش الحاجه ديال تمشي لشي قرارات اللي هي استعجاليه واستثنائيه للمستوى المؤسساتي، لان كان يمكن دير جمع العام، اسمحوا لي على هذه اللغه، اتاي وكعبوزال، لانك انت شامبيون وغادي يدوز الجمع العام بخير. نو خدع المسؤوليه ديالو سعيد الناصري في ذاك اللحظه، ومباشرة بعد تتويج بطولة في أول خروج إعلامي في الرياضية قال أنا البطولة هي إنجاز رياضي، سي أن ريزولتا سبورتيف، ولكن المهمة اللي كنعطيو لراسنا اللي كيعطيها الرئيس للمكتب المسير وهي النجاح في المؤسسة، مؤسسة الوداد الرياضي. دونك هو اللي غيقترح فتح الانخراط وتحديد السومة، وسيتم التصويت عليها، وكنشكر المنخرطين بكل مسؤولية في لحظة تاريخية من طرف واحد الهيئة اللي هي كتخلص فرديا 20000 درهم في السنه، وواحد النظام ديال لا كوفتاسيون، يعني الانتقائيه ديال المنخرطين للاخرين بموجب قانون المنخرط وما تاتى عنه. ان يكون اتهام بمخالفه الوعد هذا شيء اللي هو قاسي جدا. واش الانخراط تفتح بشي صيغه اخرى؟ راه مازال ما تفتحش من قرار الجمع العام اللي تصوت عليه في نوفمبر 2015 لدابا يونيو 2016، راه ما تفتحش الانخراط بشي صيغه اللي هي مخالفه لذاك الصيغه اللي قدمها، ماشي كوعد، كبروجي، كمشروع. لانه ونرجعوا للجمع العام والفيديو راها موجوده، كنقولوا فتح الانخراط انطلاقا من 3050 بما يتوافق مع قانون التربيه البدنيه والقوانين المؤطره للجمعيات الرياضيه اللي هي غادا تجي، وهي جات. هذا مشروع ديال المؤطر ديال الجمعيات والشركات الرياضيه اللي تقدمت به الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم في الايام الدراسيه، واللي غادي يمشي يتصادق في الجمع العام المقبل، وغادي يولي قابل للتنفيذ، والوداد غادي تكون رائده في التنفيذ ديالو. شي فهادشي ديال الشركات الرياضيه والجمع العام الاستثنائيه اللي زربوا ماتوا، يعني يا اما دير المسائل حسب القانون، لان عندك جهاز وصي اللي هو الجامعه، يا اما غادي دير شي حاجه بعجله وتفتح الانخراط ودير شي صيغه وتولي نادم عليها. ماشي هذا هو الهدف ديال الوداد الرياضي. النشاط ديال الوداد الرياضي مؤثر بجوج القوانين، قانون التربيه البدنيه 30/09 بالمرسوم التطبيق ديالو، التطبيقي ديالو بالمرسوم كاع اللي كيعتبر ان الجامعه الملكيه هي منفعه عامه، ومؤثر بمشاريع لي ستاتوتيب دي زاسوسياسيون ولي ستاتوتيب دو لا سوسيتي انونيم اللي هي جات بهم الجامعه، واللي خصهم يكونوا اجباريين انطلاقا من المرحله القادمه ان شاء الله، والوداد كما قلت بغات تكون سباقه فيه. تخي بيان، ملي كنشوفوا دابا المشروع ديال قانون الجمعيات الرياضيه كتلقى مفاهيم جديده، مثلا مراجعه مفهوم الفرع،
كاين جمعيه واحده اومني سبور متعدده الفروع، يعني المنخرط في الجمعيه راه عضو في الجمعيه ماشي عضو في فرع في الجمعيه مثلا. هذا مفهوم جديد جاي به القانون النموذجي ديال الجمعيات الرياضيه. ما تتبقاش داك القضيه ديال الفرع ينتخب رئيسه، لا، الجمعيه تنتخب رئيس ومكتب مسير، والرئيس ديال الجمعيه يعين من يسير، ماشي فرع، يسير نشاط رياضي، الفولي، باسكيت، كره الى اخره. اكثر من ذلك مشروع القانون جاي تيقول لك لا يحق للجمعيه ان تخلق اكثر من شركه رياضيه تابعه لها، وداخل هذه الشركه الرياضيه اللي تابعه لها الشركه تهتم بتسيير جميع الانشطه الرياضيه. دونك هاد لا سوسيتي سبورتيف سي با اون سوسيتي سبورتيف غير ديال الكره، سي اون سوسيتي سبورتيف اوسي اومني سبور. وهذا النموذج هو اللي كانت عليه الوداد في الخمسينات القرن الماضي، كاين وثائق تقول لك وداد اتليتيك كلوب سوسيتي اومني سبور. دونك غادي نرجعوا لو دوكيومون اللي شفت فيه 58، ولكن اكيد انها كانت خلقت قبل لا سوسيتي اومني سبور. الوداد كانت دائما سباقه، التاريخ والقدر ديالها انها تكون سباقه. حنا غادي نرجعوا 2016 2017 لهاد لا سوسيتي اومني سبور، يعني لو ديريكتور لا ديريكسيون فينانسيير ولا لا ديريكسيون تكنيك ولا لا ديريكسيون ماركتينغ ولا لا ديريكسيون دو كومونيكاسيون في لا سوسيتي سبورتيف، ايل سوكوب دو توت لي ديسيبلين. كتخدم على سبونسورينغ ديال الجميع، كتخدم على المايو، كتخدم على الموقع، كتخدم على تري بيان. اكثر من ذلك الجديد اللي كاين في المشاريع في المشروع، الجمعيه الرياضيه كتكون مساهمه في الشركه انطلاقا من 33% من الاسهم ديال الشركه. مزيان. دابا السيد ما تيقول لك انا بغيت ندخل نخارط منخرط من اجل القرار وداكشي، عنده واحد المنظور شويه تصويتي باش ما نقول سياسي ديال الانخراط. الوغ كون الانخراط سي ان اكت تكنيك داديزيون، كتعاون بالكفاءات ديالك والحضور ديالك بالماده كمنخرط، ولكن خص يكون عندك مقابل. من الجمعيه غادي يكون عندها غير 33% من الشركه المجهوله الاسم سوسيتي انونيم. فاش كيدار الكونسيل دادمينستراسيون كينص سي انوازي ينص القوانين الجديده تنص على ان الجمعيه يبقى عندها غير 33% على الاقل و67% ديال المستثمرين ديزاكسيونير. دونك القرار ها هو بالتصويت راه في يد المستثمرين ماشي في يد الجمعيه. دونك حتى داك اللي عنده منظور تصويتي وتقريري وديال الانخراط سي تيرميني. الانخراط خصو يكون سي انك تكنيك وكتدخل في واحد الجمعيه، والجمعيه عندها 33% من الشركه الرياضيه. دونك جوستومون علاش سي سعيد الناصري ولا المكتب المسير كيوجد هذه المرحله الانتقاليه؟ راه باش يامن وباش يحصن المؤسسه ديال الوداد الرياضي. الفكره اللي غادي نمشيو ليها وهي ماشي غير المنخرط بل ايضا المساهم. يلا لعبنا ماتش ضد اسيك ميموزا، الجمهور كله شاف داك لي زافيش، اش تيقولوا؟ ما تيقولوش الشيخ اديرون، تيقولوا الشيخ اكسيونير مساهم. دونك باش تكون عندك واحد الحضور واحد المقابل راه غادي يكون عندك واحد كومون ابيل لي زاكسيون بالعربيه الاسهم في الاسم ديالك في واحد الشركه رياضيه. وكجميع لي سوسيتي انونيم داك السهم دابا عنده قيمه، ملي كتحط الفلوس راه عنده قيمه، كل سنه كتعاود تجدد واحد القيمه اللي هي غير مرتبطه بالاسهم اللي هي الانخراط باش كتعاون الفريق ديالك. والفريق تيبقى منفتح على جميع الاصلاحات الهيكليه والمشاريع ديال المعقول. مشاريع ديال المعقول كما قلنا قبيله، وهي لا يعقل ان نادي حرام، نادي الوداد الرياضي 79 سنه ما عندوش متر مربع في الملك ديالو. سي ان كلوب كي نا با دو باتريمون فونسي. باتريمون الكلام ديالك سي انور بان المركب الحجم المجهول ماشي ملكيه ابدا، ماشي ملكيه ديال الجمعيه ديال الوداد الرياضي، هو عقد من العقود ديال ذاك الوقت، عقد خاص. سي اون لوكاسيون لونغ دوري 99 سنه 90 سنه، واللي في الزمن راها كتقدم واللي غدا ما عرفناش شنو كاين. لا فيغيتي سي كو المدن في المغرب كلها كتعاون الانديه، مجلس مدينه ما بعيداش كيعطي الارض للنادي يمشي يدير لو سونتر سبورتيف ديالو. حنا في الدار البيضاء مجلس المدينه اللي عندك تحيد لك الملعب في وقت اللي هو غير مناسب. سي با ايفيدون، المسائل ماشي بالسهوله اللي كنتخيلوا. نادي الوداد الرياضي باش نجاوبك صراحة على الانخراط، راه ما كاين حتى شي مشكل فتح انخراط. واش نفتح انخراط باش تدخل في واحد الجمعية على أساس على أنك يكون عندك واحد لاكارت باش تدخل التيران أنت ما عندكش التيران؟ واش نحل انخراط باش ناخذ الفلوس من عند عباد الله وما كاينش المقابل؟ كيسكو تي دون اون فاس؟
ما كتعطيش لاكسي للتيران، ما كتعطيش توني، ما كتعطيش تصويت، ما تعطيش اسهم، كيسكو تي دون. دونك هذه عمليه اللي هي مشبوهه. نادي الوداد الرياضي اللي عنده نيه، وكاينين العدد الاكبر الجماهير عنده نيه حسنه باغي يعاون الفريق ديالو. اولا كاينه فكره حنا كندولوها ديال لو ريزو دي بينيفول لي زيكسبير اللي عنده شي خبره يجي يعاون الوداد، ولكن ماشي افتاء الراي، باش نكون واقعيين، ماشي تقول لي فوالا لا بون ايدي فولا فير، يفو فير اون شين دو تيليفزيون، يفو فير اون شين دو راديو، اون ويب راديو سي فاسيل فيلا، اون شين دو ماغازان. هاد ليا كافوكون نتجاوزوها، الا كاين شي واحد يقدر يجي وينفذ ويتحمل مسؤوليه القرار، ماشي كيجيب غير القرار يصنعو والمسؤوليه يخليها عند هادشي. راه كنسمعوا كلنا واجب هاد اللعاب، لا واجبو انت. انا الوداد الرياضي ما عمره ما سد الباب على شي واحد جا بغى يساهم ولا بغى يعاون ولا بغى. والفكره الثانيه من غير هاد لو ريزو دو بينيفول كفاءات، حتى فاش يكون مشروع استثماري كبير وراه كاين ودات نفس الجمع العام ديال قسيناء ارض من اجل تشييد ان سونتر دو كلوب دو فورماسيون، ان فري سونتر دو كلوب، فاش نوصلوا لهاد المرحله ديال وحسب ما يمكنه القانون راه غادي نفتحوا كتاب، غادي نديروا ان كونط بونكير ديدي، حساب بنكي اللي بغى يساهم من الوداديين على ان نادي الوداد الرياضي يكون عندهم باتريمون فونسي اكثر من ذلك. مثلا فهاد المشاريع ديال قانون الجمعيات الرياضيه وقانون الشركات، طول الباتريمون ديال الجمعيه كيدوز لعند الشركه، سيتادير لا فالوريزاسيون دو لا سوسيتي اون فونكسيون دو باتريمون. دونك في الحاله الانيه دابا الى بغينا نديرو اون فالوريزاسيون ماشي لو لوغو، ما كنديروش اون فالوريزاسيون دو لا مارك، نو فالوريزاسيون دي موبيليزاسيون دو باتريمون الجمعيه، اشنو غادا تعطي للشركه؟ دونك القيمه ديال الشركه شحال؟ دونك القيمه ديال السهم شحال؟ شي تساؤلات اللي هي جايه. دونك الناس اللي كيسولوا عن الخيرات من حقهم، ولكن لا بد نديروا واحد القراءه موضوعيه لهاد المشاريع اللي هي ديسپونيبل ونخمو. وانا متاكد على انه الذكاء الجماعي هو اللي غادي يمكننا نلقاو احسن صيغه باش الوداد تكون رائده، هي الاولى تدوز لهادشي وتدوز له باحسن صيغه باش ما تضيعش الوداد في شي حق ديالها وما تضيعش في القيمه الحقيقيه ديالها كشركه، لان دابا راه غادي ندخلوا ليكونومي دو سبور ديال المعقول. وهاد الانخراط ما يبقاش يتشاف غير من المنظور السياسوي ديالو، شحال من منخرط، شكون اللي مع شكون، شكون اللي غيصوت، شكون. ارجوكم والله اللحظه ما ديال هادشي، راه المكتب والرئيس كانوا مسؤولين وقدموا قرارات للتصويت داخل جمع عام احتفالي وداز الحمد لله الامور بخير وعلى خير، والارضيه اللي حنا غني عليها مزيان، الديون اللي كانت متراكمه تقريبا 90% المشاكل ديالها راها تحلات، الوداد رجعات عنده مصداقيه على مستوى المزودين، عنده مصداقيه على مستوى سوق الانتقالات. راه واحد الوقت كون كان باقي يلعب في الوداد، سمح لي هذه الكلمه واخا قاصحه، عشناها، عنده مصداقيه مع المؤسسات الوصيه، الجامعه الدوليه، لاكاف، العمل اللي دار عمل جبار ما سهلش، وتوفقنا فيه حيت كانت الثقه وباقى الثقه وكان تضافر الجهود. اون بيزوان دو سيت كونفيونس لو برينسيبال كابيتال، راس المال الحقيقي، جميع مكونات النادي خصها تبقى منخرطه. واي سؤال حنا مستعدين نجاوبوا عليه، راه ما كاينش حاجه ما كنخبيوها. التواصل حنا ثبتنا غير ما مره. مرحبا ما كاينش في بابا بنفس الموضوع ديال الانخراط، ما كاين مشكل. دائما تجددون الوعي بانه النهار اللي غيتفتح باب الانخراط، صوره الانخراط لن تتجاوز ما سبق وافصح عنه السيد الرئيس، او لا؟ لا، صوره الانخراط دائما الكلام ديالنا مضبوط ومسجل، انطلاقا من 3500 درهم. ها الملامح ديال المساله بدات كتبان. اسيدي انا بغيت نكون منخرط وبغيت ناخذ جوج الاسهم. راه تعطي واحد السومة وتخلص جوج الأسهم. أنا بغيت نكون منخرط دونك في الجمعية، وبغيت نكون أكسيونير، بغيت نشري 1000 سهم، لا عندي الإمكانيات. تشوفوا هذاك الشيء علاش بدينا في أبارتيغ دو، هذا الشيء راه قلنا هذه سنة استباق، طريقة استباقية للمشاريع اللي هي كتوجد، لأن الموديل ديال لا سوسيتي أنونيم سبورتيف ماشي شي حاجة باينة منين جاية وكيفاش غتمشي إلى آخره. شكرا سي موزي. وصلنا الآن لنقطة أخرى هي اللي كنتكلموا الناس بزاف وكان يقف فيها المكتب المسير في دور المتفرج، وكان هو الضحية، وكان يخرج في كل معركة دائما هو الضحية، وهو موضوع ضعف التواصل. وكل الكلام الذي قيل حول ضعف التواصل ولا كومونيكاسيون اون جينيرال ديال لجنة الإعلام بما فيها السكوت غير المبرر
لجميع اعضاء المكتب المسير بزاف المناسبات. اشنو تقدر تقول على ضعف التواصل والان التفاعل الكبير وفجاه استفاقت واستيقظت لجنه الاعلام واستيقظ معها المنطق الرسمي والنادي ككل واصبح يتكلم واصبحت الصفحه الرسميه دائما يمكن اشاك مينوت اشاك سكوند كتلوح الاخبار. ما هو السر في ذلك؟ لا ما كاين حتى شي سر، ما كاين حتى شي سر، كاين مناخ ديال العمل. يعني انا اسف على الكلام القاسي اللي غادي نقول، ولكن هذا الشيء راه تنعيشوه. انت في واحد المحيط اللي للاسف كجميع في الطبيعه كاين بعض المناطق، نقول الكلمه واخا قاصحه، مستنقعات. التواصل شنو هو؟ المنقي. انت كتقول لي كب المنقي في المستنقع راه غادي تنقى، سمخش باكم صافي لا ناتور. خاصك تنشف ما يروج من مياه عادمه حول المحيط ديالك، وللاسف باش تنشفها خاصك تقطع الخبر. المحيط الثاني الاكبر هو واحد المحيط اللي هو عدائي، تخلق باش يدير لك المشاكل. ملي المحب الحقيقي للوداد، وانا كنعتذر له، ما كيبقاش يلقى واحد النوعيه ديال الاخبار، ماشي جميع الاخبار، واحد النوعيه ديال الاخبار، سافدير بلي الخدمه اللي بغينا نديرها درناها مزيان، حيت داك الخبر اللي غيكون في راس داك المحب الوداد غيكون في راس داك اللي باغي يدير عمل عدائي ضد الوداد الرياضي. وكاينين اصحاب النيات الحسنه موجودين الحمد لله. فكان لابد واحد المرحله، نهار درنا الموقع، بالمناسبة الموقع لم يكلف ميزانية الوداد ولا سنتيم، صفر درهم، خلافا لما يشاع. موقع يكاد يكون نضاليا من طرف محب، مجموعة المحبين للوداد، واللي كيعاونوا لحد الآن بطريقة بينيفول تطوعية، وكنشكرهم. حتى هاد الصفحة الرسمية من غير المسؤولين اللي هما أيضا تاهما دي بينيفول في المكتب، راه الناس اللي كيعاونونا الأطر الشابة اللي كتعاوننا فيه سي دي بينيفول، وكنرحبوا بالمساهمات ديال جميع لي بينيفول. نهار اللي درنا الموقع راه كان سباق في مجموعه من المسائل، تقنيه الصوره، التكنولوجيا باش تصاوب الى اخره. لاحظنا على ان الاستعمالات اللي كدار واحد النوع ديال المعلومه هي استعمالات مسيئه للوداد الرياضي. ما نمشيش معاك، ما نمشيوش بعيد. فهاد القضيه ديال النقاش اللي وقع على بكاري كوني انه تباع ماشي معار، اضطرينا اننا نسكاني واحد الورقه ديال داك النظام المعلوماتي تيمس ديال الفيفا باش نبينوا بان بكاري كوني بريتي معار. واش كتعرف اسيدي بالله الناس مشاو كبروا داك لو دوكيومون وخداو لو لوغين ليدونتيفيون باش كنتلوغاو حنا الوداد في داك لو سيستيم دانفورماسيون، جاب الله ما لقاوش كيفاش لدا، وبقاو كيجربوا لي مود باس. يعني كيتلوغا في داك لو سيستيم تي ام اس بليدونتيفيون ديال الواك، وكيجرب لي مود باس، ما ربما يزهق ويبدا يخربق لك في داك النظام. شوف هذا السيد هذا الشيء اللي طاح له على باله، انت كدير التواصل على حسن النيه كتثبت بانك درتي خدمه، شوف واحد كيفاش يقرا الدوكيومون اللي كتصيفط. عاد خلي استعمالات اخرى، ها اللي مشى يقلب واش الدوكيومون بصح ولا ما بصحش، يعني المحيط ما ساهلش. دوك التواصل ماشي مساله، هذا لا يعفي على انه كنا في بعض اللحظات يعني بعض النوع المعلومات ما كنعطيوش، ولكن الصفحه الرسميه راه كانت في اقل من 100,000 متتبع وصلت ل 600,000 متتبع بهذا التواصل اللي هو كان موضوع ديال ضعيف. البرنامج الاسبوعي اللي كيتذاع في راديو مارس راه كان كل اسبوع بالضيوف ديال الندوه الصحفيه ديال بعد المباراه ديال الجهاز التقني، راه كانت مده طويله ندوه صحفيه قبل المباراه كتنظم هنا من جلون. ولكن هذا التواصل ملي كيولي باب باش يضر الوداد وتيولي الضرر ديالو اكثر من النفع ديالو، لان الناس كيدخلوا كيبدا يدخل معك شي حاجه اللي من باب التواصل كيبدا يقول لك واعطيني السميه ديال، وكيدخل في شي حاجه اللي كتكلف الوداد في الاخر ماديا الكثير. ناخذوا غير القضيه ديال الانتقالات، راه فرق كبير ما بين تقول عندي النيه نجيب هذا اللاعب وانك سنيتي مع اللاعب عاد قلتي راه سنيتي معاه، راه الفرق في البورصه بملايين الدراهم. حيت ما بين اللحظه فين كتقول وكتخرج الخبر واللحظه فين كتوصلوا للامضاء ديال العقد كيدخلوا متدخلين. هذا المحيط كله غير احتراف. كتقول لي مثلا التشكيله الرسميه والنادي الاخر واش تيدير التشكيله الرسميه ديالو 4 سوايع قبل؟ ما يمكنش. حنا درنا عن حسن النيه الايام الاولى، لقينا واحد الاستعمالات كدال داك التشكيله الرسميه ما بين اللحظه اللي كتعلن واللحظه اللي كيدخل الفريق لرقعه الملعب كيوقعوا شي مسائل الى اخره.
هذه هي الحقيقه العمليه ديال النادي الوداد الرياضي. هما من ناحيه اون تيرم دو كومبيتونس الحمد لله، لانه لا الوداد ولا المحيط ديالها كاين ما يكفي من الكفاءات باش نديروا احسن تواصل. غير نردوا البال الاخوان، التواصل بزاف تيقتل التواصل، ربما يقتل النادي. ملي كتبين لي كارت ديال كلهما انت كتبين عن حسن النيه، وداك الجمهور باغي يعرف عن حسن النيه، ولكن راه فداك الشيء كاين واحد السيد كيحفر ليك باش ما توصلش انت لواحد، وغيلقى في داك التواصل ديال كيفاش يدخل. واحد الوقت بعض المرات كتسد بعض المرات كتفتح. هذه الاستراتيجيه ديال الانفتاح جيدة على مستوى التواصل بين الوداد غتستمر بهذه الطريقه هذه؟ هذا اختيار استراتيجي، لانه دابا توصلنا الى بانكم بديتوا منذ ان وطأت اقدامكم المكتب، بديتوا بهذه الطريقه وسرعان ما انا قبيله انا الشلل الكبير. لا مش ماشي شلل كبير، ماشي شلل كبير، ماشي شلل كبير. انا قبيله قلت لك عطيتك واحد ليماج، واحد ليلوستراسيون اللي هي شويه قاصحه. اون بارلون دي لاك كون دو اسيشي، المستنقعات خصك تنشفهم. كيبان لحد الان على ان الجزء الكبير من المستنقعات راه ناشفه، ويمكننا دابا نجدوا المياه داخل هاد البحيرات اون فيرسون دو لو بروبر. هادشي اللي غادي نديرو، حنا خدامين فيه. الى بواحد اللحظه تبين على ان مصلحه، شوف راه غير مصلحه الوداد هي اللي كدير القرارات، راه ماشي قرارات شخصيه ولا دومور، يا با دومور، هي مصلحه الوداد لانتيغي الوداد. الى بان لي على ان لا كومونيكاسيون فا اميني دي بروبليم كي فون اتر كوتو بور لو كلوب اون تيرم فينانسي تيرم جوريديك، غادي نحبس. كنا كنديرو برنامج سميتو تيلي واك، كيدوز واحد اللاعب تيقول لك انا لعبت في النادي الفلاني والنادي الفلاني قبل ما نجي نادي الوداد الرياضي. واش كتعرف بلا واحد كيمشي يقلب في لا فيديراسيون واش داك السيد كانت عنده لا ليسونس في النادي الفلاني والنادي الفلاني، باش شي نهار الا جاب الله يدير لك شي ريزيرف. انت كدير كتعاود ان بورتري، بورتري ولد ترعرع تنمى ولعب لي هذا، انت كدير خدمه صحفيه وواحد تيقراها من كفاها قرايه ديال التحراميات. دونك هذا هو الوقت، احنا دابا كنديروا التواصل الى ان يثبت على انه كاين مضره النادي غادي نعاودو نادابتيه، ولكن انعدام التواصل راه ما كاينش، ما عمره كان وما عمره يكون. هناك من يتهمكم سي انور الزين ومعك السيد الرئيس والكاتب والمكتب المسير بان عندكم كانت عندكم يد في ضياع لقب البطوله هذا الموسم، واللي سبب بانه او بانها اسهل بطوله في تاريخ الوداد ضاعت من فريق الوداد في اخر لحظه. اسهل بطوله؟ لا، هذا كلام، هذا كلام حماسي انا كنتفهم. راه فاش كنحيد القبعه ديال المسير وكنهضر كجمهور يمكن نقول كلام كثار من هكا، الله يحسن العون. اسهل بطوله؟ لا سي با فري. بطوله كانت بني يديك كتعتبر راسك هي مزيان، مني الحمد لله رجعنا للاعتبار ديال الوداد، والوداد يعني لاننا كلشي في المخيله ديالو بالنسبه له الوداد راه بطل بصفه بديهيه. بطولة كتلعب في 30 دورة 30 مباراة، والفريق اللي تيتمكن على انه يجمع اكبر عدد من النقاط هو اللي كيديها. ما كنقول حتى شي حاجة جديدة في الهضرة، ولكن راه هذه هي حقيقة العملية كرة القدم. جو ميكسبليك، ماشي النادي اللي عنده اكبر تاريخ هو اللي كيدي البطولة، ماشي النادي اللي عنده اكبر ميزانية هو اللي كيدي البطولة، ماشي النادي اللي عنده احسن هيكلة هو اللي كيدي البطولة. راه كنمشيو غالطين، والا بلا ما نلعبوا هاد الماتشات صافي ندير واحد لي غري ديفالواسيون، شحال التاريخ ديالك، شحال الميزانيه ديالك، شكون الناس اللي معاك، شنو هما اللاعبين اللي معاك، ونعطيو البطوله بواحد لي كريتير سيونتيفيك. نو لو فوت سي ان ماتش 11 كونتر 11 avec 3 remplaçants، ويمكن الفريق اللي عنده اضعف ميزانيه يدي البطوله، ويمكن الفريق اللي عاد تخلاق يدي البطوله ما عندوش تاريخ كبير، ويمكن الفريق اللي ما عندوش هيكله مزيانه وهاوي في التسيير ديالو يدي البطوله. علاش؟ لان ماشي النادي اللي كيلعب ضد نادي، 11 ضد 11 فريق سي لو فوت. حنا كنعتبروا بموجب الحقيقه ديال الوداد الرياضي والصحوه اللي كاينه والرجوع للطريق السليم الحمد لله، على انه الوداد كتلعب دائما على الالقاب، سي دون سي جين، في الجينات ديالها كتلعب على الالقاب. البطولات هذا الموسم متفق معك كاينه مراره، كاينه احساس بالشمته، ماشي معك بعيد نقول الكلام بالدارجه، ولكن هذا الشيء راه كيدخل في اطار كره القدم. هاد الفكره ديال ضيعنا ولا فوتنا ولا قبلنا
فكرة خاطئة نهائيا. والآخر رمق، الآخر دقيقة، الآخر ثانية، في آخر مباراة كان باقي عندنا الأمل على أننا نفوز بالبطولة. حقيقة اللاعب كرة القدم وتحصيل النقاط هي هذه فقط. الآن وصلنا لواحد الموضوع اللي أصبح كشريط سينمائي اللي فيه بزاف ديال الفيجيتيف. وتكلمتي منذ قليل وقلتي أن الوداد في سنوات العجاف الماضية قبل أن يأتي هذا المكسب كانوا لاعبين، ولو أننا كما قلتي كنذكروها بمرارة، كانوا ما بقاوش باغيين لاعبين يجيو يلعبوا في الوداد. بيسير. من بعد ما كان فريق الوداد باش تحمل القابوس ديالو خصك تشد الصف بكري. الان نقدر نقول لك بان مازال الوضع قائما. الان نقول لك اسماء وغتجاوبني ولكن باقتدار. بيسير. مرحبا. فين ديتو ديارة؟ فين هربتو ديارة؟ هربنا كاع بصيغة الفعل. طلبت الاعتذار قبل ما نبدا هكا الحلقه هذه. لا باش نجاوبك باقتضاب صعيب، لان هنا كتبان شويه ديال الحرفه، وعاوتاني باش نكونوا واقعيين وصراحه، وماشي تملقا. سعيد ناصري ماشي غير تيحل المشاكل الماديه، مسير وعنده واحد الذكاء من نوع خاص. ديارة هرب المره الاولى، جاب الله تيسير رديناه، هرب المره الثانيه ردينا، المره الثالثه مشى لدارو. وكاع نقدر نعطيك واحد السر، خدا سلف من عند الرئيس شخصيا، لان كان عنده شي حاجه خصو يشري الدار لوالديه وداك الشيء الى اخره، يعني يدى الفلوس. تاريخ الالتحاق ديالو ما جاش. في التسيير الرياضي دابا انت كتجبرني كنقول له شي اسرار المهنه، دابا هذا هو المشكل. دابا في التسيير الرياضي فاش ما كيجيكش اللاعب عندك جوج الحالات، يا اما تتابع اللاعب ولا ربحتي مادي ما عنده والو، ما سيد ما فحالوش فاصون اللعاب ما بقاش بغي يلعب لك، مادام هرب الا ما بقاش بغي يلعب لك. ولا كدير طريقه ثانيه وهي كتشوف كيفاش تتابع اللي بغى يستافد من الخطا اللي هو النادي، لان النادي عنده امكانيات. يعني بلغه تيغاتيغ، الا مشى لك اللعاب مشات لك الكره على الاقل ما يمشيش لك العقد، يفو غاني دلارجون كتربح ماديا. السياسه باش تم التسيير ديال الملف ديال ديارة اللي ايفيدامون ما هربناه ما بعناه في الدوره، ما زعما الهضره ما راه ما مقبولاش، هي انه كان واحد طريقه تسيير باش كتسنى شكون هذا النادي اللي بغى يطيح معاه في الخطا. مين كيطيح معاه في الخطا؟ انا ما عنديش مصلحه نتابع اللعب، اللعب الله يسهل عليه. والفيفا كتعتبر على ان مصدر الرزق ديالو خصو يلعب، وكتعطي اوتوريزاسيون بروفيزوار باش يلعب، لانه ما عندوش شي حرفه اخرى، ما هو شي كاتب ولا رسام ولا كويري كيلعب الكره. كتقول لك الفيفا اسباب انسانيه خصو يلعب، كاين مشكل. دابا انا عندي مشكل مع النادي اللي لعبوا، وهنا كيبان الحنكه ديال التسيير. دابا يمكن الوداد تستافد من هذه العمليه ديال مشى هرب ديال الخلاصه هو ان الملف عند لا فيفا. بيسيون الملف عند لا فيفا. كتدافع على الحقوق ديالها، ومكلفه محامين دوليين في الاوروب تبعي الملف ديالها، وهذا بطريقه عاديه. واخا ما ينطبق على ديارة ينطبق على اللاعب الشاب سيسوكو. اين سيسوكو؟ نفس الحاله. دابا حنا هذه الحاله كنسيروها بنفس الطريقه وبنفس العمليه باش ما نطيحوش في شي خطا. نقدر نفهم الكلام بان سيسوكو مشى لبلادو غير ما رجعش. رسميا هذه هي الحاله، يعني اللاعب كيطلب فتره ديال الراحه ديالو اللي عنده في الكونترا ديالو، كياخذ الباسبور ديالو باش كيمشي للبلاد ديالو. رسميا لحد الان حنا بالنسبه لنا سيسوكو كنتسناو الالتحاق ديالو. الا ثبت على انه ما كاينش التحاق ولا انه كاين شي عمليه ثانيه، راه نفس المساطير غادا كنهضر على الفيفا ومجلس القضاه ديالهم، راه ما فيش اللعب هادشي. زعما ما فهمتش المخيله ديال شي واحد بالله لا راه غير دايرين واحد الدعوه سوريه. كدير دعوه وكتخلص عليها، كتخلص عليها فلوس صحيحه باش كيتجمع مجلس القضاه باش كيحكم في لافير اللي انت داعي عليها. دونك هادشي راه ما فيش اللعب. اوكي. كوني نشرنا الوثيقه الاعاره ديالو. انا يلاه قلت لك هذاك القضيه ديال الاستغلال السيء للتواصل، حنا كنبينوا واحد اخر كيحفر لك بها، اوكي ماشي مشكل. كوني فترة الاعاره ديالو غادي نساهي في 30/6/2016 مع النادي اللي هذه قرارات ديال اللاعب، وحنا كنسيروها حسب
المستطاع وحسب مصلحه وحده هي مصلحه ديال النادي الوداد الرياضي. وما تنساش انا كنعاود نقول لك ما يمكنش نقول لك بشي لغه اكثر وضوح، ملي كيولي عندك مشكل ما يمكنش تستافد من الخدمات اللاعب، كتبقى لك واحد زعما لا بون غوفيرنونس، الحكمه الجيده ولا الحكم الرشيد، شنو هو تربح لو كونطرا يفو او موا العائدات الماديه ديال، حيت تقدر تمشي للحاله الاجباريه ديال اللاعب يجيو لاباس وتبركوا في الفيستير ما كاينش تستافد، ما هو غيلعب كيتحسب لك في القائمه ديال هذا. مشي هذا الشيء مشي، هذا هو الحاله اللي كتنطبق على كوني يعني بطريقه نهائيه. احنا مازال في المفاوضات رسميا، اللاعب كتسالى الاعاره ديالو 30 شهر 6 خاصو يجي النادي، الا ما جاش النادي ديالو راه كيدخل في واحد الحاله اللي هي مخالفه للعقد ديالو القانون، والوداد دافع على المصلحه ديالها بما يقتضي القانون. لاعب اخر تنفس الوداديون والوداديات الصعداء حين سمعوا انه امضى عقدا مع نادي الوداد، خاصه العطاء ديالو على مستوى المنتخب المحلي ديال الفريق ديالو في لاكوب ديال لوكوب لاكوب دافريك، كان مزيان وبان بانه لاعب كبير ولاعب موهوب، وجا في فريق الوداد وجا وقدموا فريق الوداد في ندوه صحفيه، والان يتبلو علينا من حين لاخر مع خليلته في الصور ديالو الجميله. اشاك فوا تسمعوا خبر هنا وهناك، ما يمكنكم ان تقولوا او ماذا يمكنكم ان تردوا على اتهامات ديال بزاف المواقع وبزاف الكلام اللي كيتقال على ان شي كطره لن ياتي لفريق الوداد؟ هذا استشراف المستقبل. انا هاد الناس اللي كيكونوا جازمين في المستقبل نبغي نتلاقى بهم يوريوني كيفاش كيعرفوا المستقبل. هذا لن ياتي وهذا سياتي وهذا بالتاكيد غريب. شي كاتارا عنده عقد رسمي مع نادي الوداد الرياضي، اثبتنا بنشر الوثائق، وحتى هذوك الوثائق فاش نشرناهم ديال لوفيس دي شونج البنكة راه كاين اللي مشى تقلب كيفاش يدخل الى اخره، على ان الوداد قام بالالتزامات الماديه ديالو كلها والوثائق راه واضحه. لوفيس دي شونج البنكات تقول لك سيرتيفيكا انترناسيونال دو ترونسفير، يعني اللاعب خصو يجي الاداء تتم التوثيق ديالو، كتخرج لا في دو سورتي ديالو باش يمكن له يلعب. شي حاجه اخرى في انتقال اللاعبين، شي طريقه اخرى كيتخيلها شي وكيل ولا شي واحد داخل في هذه اللعبه راه ما كايناش. دابا من الناحيه الانسانيه، من الناحيه الاعلاميه، واحد السيد كيلبس التوني ديال الوداد مع الصديقه ديالو كما قلتي وتنشرها في صفحه ديال التواصل الاجتماعي، واش كتظن عنده نيه انه يمشي لشي نادي اخر؟ هادشي اللي كتسمع ديال النادي فلان يبغاه والنادي فلان يبغاه. دابا انت الا كنتي بلاصه داك النادي الاخر كيبان لك اللاعب لابس التوني وتقول لك وتستعطف الجمهور وتقول انا بغيت اللعب ولكن المكتب ما صيفطش الفلوس، يعني كيبان لك هذا ماشي احترافي هادشي، اما لعاب ما كتبش الله الكونتراتي ما كيبينش هذا الانتماء وهذا الحب الكبير وهذا. دونك كاين عمليه اللي ربما الواحد خسر مع البال. شوف حنايا مسؤولين والناس اللي كنحترموا القانون، العقد اللي كيربط شي كاتاره قانوني ساري مفعول نادي الوداد الرياضي وخصو يتبريزونط للوداد لو 1 جويي 2016. ما عدا ذلك راه حتى هو غادي يطيح في واحد الخرق القانون وما محتاجينش نوصلوا لهذه المسائل هذه كلها. شكرا سي انور الزين على هذه الجلسه وهذا وسعه الصدر ديالكم والاجوبه ديالكم، اتمنى ان تكون تجاوب على التساؤلات وعلى جميع ما اثير حول جميع المواضيع اللي طرقنا لها. ايضا الشكر الكبير للمشاهدين الكرام ولعشاق ومشجعي نادي الوداد اينما كانوا في العالم باسره. أذكر شخصيا بأن اللقب رقم 18 اللي حاز عليه فريق الوداد لم يأتي هكذا، ما خداهش توشاك بوحدو أو لا إيفونا بوحدو ومن كان معه، ولا سعيد ناصري والمكتب ديالو ولا الجمهور لوحده، كان تضافر جهود الجميع، جميع الفعاليات ترتب عنها إحرازنا اللقب رقم 18 بنفس الحماس وبنفس الطموح. نواكب ونستمر في مسيرتنا التي جئنا من أجلها، وهي أن نعيد فريق الوداد الرياضي لسكة الألقاب جميعا من أجل
تضافر الجهود والسمح والثقة هي عامل أساسي في هذه المسألة هذه. وشكرا لكم جميعا ورمضان مبارك.